لاعبات هم إذن حصلت على 11.7 درجة صعوبة الجملة كانت 4.3 والآن تستعد لعبة ماريا مينايفا الروسية لأداء جملتها الحركية على الجهاز الأرضي. لفتين ونصف مع الهوائية الأمامية. دبل بايك مع الثبات. خطأ بسيط في الهبوط. الهوائية الأمامية مع لفة كاملة. لفتين والثبات. وتنتهي جملة اللاعبة ماريا مينايفا. ماريا كانت في المركز الرابع بالتصفيات. حصلت على 12.5. درجة صعوبة الجملة كانت 4.8. وماريا أيضا حصلت على الميدالية الفضية والمركز الثاني على جهاز المتوازي مختلف الارتفاع بالأمس. اللاعبة ماريا مرشحة أنها تكون على منصة التتويج اليوم في نهائي الحركات الأرضية، طبعا بعد سقوط اللاعبة أنستازيا البيلاروسية، لكن لحد الآن فلاديسلافا بوراسوفا هي المتقدمة في المركز الأول بمجموع 12.2. طبعا لحد الآن بالمركز الأول فلاديسلافا بمجموع 12.233. طبعا علامة اللاعبة كانت أعلى في التصفيات، ولكن اليوم كان البنالتي عليها 0.3 بسبب الخروج عن المنطقة المسموح بها. والمركز الثاني اللاعبة أيدا من كازاخستان بمجموع 11.7، وأنستازيا من بيلاروسيا في المركز الثالث بعلامة 11.366. طبعا كان عندها سقوط اللاعبة أنستازيا، كان بقدر إمكانها أن تكون علامتها 12.